السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم اموبيليمز فيوي، ديما الجديد ان شاء الله. واليوم مع هذا المنزل كما كتشوفوا جوج ديال الفرساطات شوكة كما كنقولوا. ال هنا كاين السفلي، دار حرة للبيع، تقونا في الاصلاح، جات وسط المدينة في مدينة بني ملال. شكرا لجميع المتتبعين الكرام داخل الوطن والجالية المغربية، شكرا لكم بزاف على الاتصالات ديالكم، جميع الناس اللي كتصل من جميع المدن وجميع الدول. كما كتشوفوا هذه الدار السفلية، دار حرة كاملة بغات تباع، فيها السفلي والبرومييي والدوزيام اير بلس دو، جوج ديال الفرساطات كما كتشوفوا، ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيليمز فيوي. شكرا لكم بزاف على الثقة ديالكم. الدار المساحة ديال البقعة 100 متر، كما كتشوفوا هنا كاين سال دوبا. ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيليمز فيوي، قناة اللي متخصصة في بيع وشراء جميع انواع العقارات. اللي عنده اي عقار للبيع الف مرحبا، راه الاشهار بالمجان، وهاد القناة تعتبر القناة ديالكم. كما كتشوفوا هنا غنشوفوا البروميير ايطاج، هنا كاين صال دوبا، هنا كما كتشوفوا البروميير ايطاج، هنا كاين صالون، ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيليمز فيوي. هنا كاين بيت الناس، وهنا كاين صالون اخر، دار مشمشة في موقع جد ممتاز قريبة لصيدلية الناصرية. هنا كاين لاكويزين كيما بالبالكون، الدار جوج ديال الفرساطات كيما قلتلكم، البقعة فيها شي 100 متر، ولكن الفوق راه كيتزاد، كتولي زايدة في المساحة تقريبا شي 114 تقريبا. انا نعطيكم مساحه تقريبيه، ولكن يمكن لكم ديك الساعه فاش غتجيو تشوفوا وتعرفوا كل شيء الحمد لله شنو كاين مع قناه اموبيليمز فيوي. الحمد لله ديما المعقول، وديما المعقول كيعيش كما كيقولوا. كما كتشوفوا هنا كاين سيجور، هنا كاين صال دوبا، هاد الدار حره، هنا كاين صالون اخر كما كتشوفوا. ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيليمز فيوي. هنا كاين لا كويزين، دار جوج ديال الواجهات حره اير بلس دو، فيها السفليه وجوج ديال الشقاق والسطح كما كتشوفوا. هنا كاين بيت اخر، دار متقونه في الاصلاح، دار حره اير بلس دو، ثمن 143 مليون، قابلة للتفاوض، موقع رجيت ممتاز قريبة لصيدلية الناصرية. شكرا لجميع المتتبعين الكرام داخل الوطن والجالية المغربية وجميع أشقائنا العرب في جميع الدول العربية، ألف مرحبا بكم على القناة، وكنتمنى تخليو شي جيم تشجعوني وتبارطاجو وتضغطو على الجرس. وراه ديما الجديد إن شاء الله كما كتشوفوا هنا السطح. شكرا لكم بزاف.